الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم معنا والفقرة الصحية اليوم إن شاء الله، وضيفي الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم جينات وراثية وجزيئية ما شاء الله، الليبل مال دكتورنا ما شاء الله القدير الدكتور مسلم. أخواني وأخواتي، كثير موضوعنا بإذن الله عز وجل اليوم بيكون عن متلازمة داون. طبعا هذا الموضوع سبق وتناقشنا فيه مع ضيفنا الكريم الدكتور مسلم، وحرصنا بإذن الله عز وجل أنه هو نفسه نظرا ما شاء الله لجدارته في إظهار أكثر، يعني إظهار هذه المتلازمة بإذن الله عز وجل، ذكر المسببات، أنواع المتلازمة، كيف تظهر يعني خصوصية المتلازمة بملامح سبحان الله يعني معينة على الأشخاص الذين يولدون بها سبحان الله، كذلك كيفية اكتشافها، مثلا دور الوراثة فيها، كيفية التعامل معها. أخواني وأخواتي، طبعا الجهود كثيرة طبعا جبارة محليا إقليميا قائمة من ناحية يعني كيف ندمج المصابين بالمتلازمة في المجتمع، كيف أننا نرفع بإذن الله جودة الحياة التي يعيشونها، كيف أننا نساعدهم على الاعتماد الكامل بإذن الله على حسب الفئة والنوع على نفسهم بإذن الله. مواضيع كثيرة أخواني وأخواتي، نتمنى بإذن الله عز وجل أنها تنال على استحسانكم. أخوي الكريم دكتور مسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة. بداية أحب أشكرك على هذه الاستضافة واختيار موضوع حيوي جدا، وهو متلازمة داون، ما لها وما عليها من ناحية طبية ومن ناحية العلاجية ومن ناحية ما يسمى بالإرشاد الوراثي لهذه الفئة من الناس، وإن شاء الله نتمنى أن نقدر نقدم معلومات مفيدة بإذن الله. بارك الله فيك أخوي الكريم، وطبعا أنا أقدر أقول ما شاء الله أنه يعني نوعيتك أنت موجودين، فبالتالي بإذن الله أنه في مجتمعنا إن شاء الله وغيرك يعني في الدول الأخرى كذلك إن شاء الله مجهزين للاهتمام وتقديم الخدمة لهذه الفئة إن شاء الله. نتكلم عن المتلازمة. أول شيء أخوي مسلم، مصطلح متلازمة صحيح، ماذا يقصد به؟ هو حقيقة في مجال علم الوراثة وبالذات الوراثة الإكلينيكية، المتلازمة هي مجموعة صفات معينة ظاهرية وداخلية يجب أن تتلازم كي تعطي صورة نمطية لمرض معين. فحينما نقول متلازمة داون مثلا، فهي مجموعة من الصفات الظاهرية مؤكدة بالفحص المخبري لتأخذ اسم هذا النمط أو الظاهرة المرضية. طبعا متلازمة داون هي سميت باسم أول عالم اكتشفها اللي هو جون داون. لاحظ أن في وجود صفات متشابهة في فئة من الناس، لكن يجمعهم صفتين رئيسيتين، ألا وهو التأخر الذهني وكذلك الصفات الخارجية وضعف عام في العضلات. فهذه الصفات المشتركة فيهم. طبعا هي متلازمة داون تنتج من بشكل عام من زيادة في عدد الكروموسومات. احنا نعرف أن في كل خلية إنسانية أو جسدية هناك 46 كروموسوم، فإذا زاد كروموسوم واحد ينتج منه متلازمات مختلفة. متلازمة داون يجب أن يكون الكروموسوم الزائد في الجزء أو في الزوج 21. يعني عندنا مثلا متلازمة باتو في الزوج 13، عندنا متلازمة إدوارد في الزوج 18 وهكذا. بارك الله فيك. الكروموسوم الزائد هذا ينجم من عدم انقسام الخلية مبدئيا، الخلية الجنسية مبدئيا من أجل تكوين الجنين أثناء مرحلة الانقسام. بالضبط، بمعنى أنه لا يكتمل الانقسام أثناء مرحلة الانقسام، لا يتم انقسام الزوج 21، بمعنى المفروض أن الخلية اللي جاية من الأم تعطي تنقسم إلى نصفين متساويين صحيح، والخلية من الأب نصفين متساويين. أحيانا صحيح يحصل نتيجة لأسباب تم تحديدها يعني في الوقت الحالي أن لا يتم انقسام الزوج 21، فيذهب الزوج 21 اثنين يعني في جانب واحد. وبالتالي عندما يلتقي بالخلية النصفية الأخرى يشكل 47 بدل 46. بارك الله فيك. هذا من ناحية بشكل عام. طبعا 95% من الحالات نتيجة هذه الظاهرة اللي هي شرحناها قبل شوي اللي هي عدم الانقسام. في عندنا 4% نتيجة ما يسمى بالخلل الكروموسومي الانتقالي. بمعنى أن يكون جزء من الكروموسوم 21 انتقل إلى كروموسوم 14، احنا نسميها الأكروسنتريك كروموسوم اللي هي يكون يعني الأذرع القصيرة تكاد تكون غير موجودة صحيح، فقط السنترومير والذراع الطويل صحيح،
صحيح. هنا يكون معايا ثلاث كروموسومات 21، يعني ما يسمى بثلاثية ال 21 اللي هي متلازمة داون. صحيح. النوع الثالث هو النوع المزيك، بمعنى ان بعض الخلايا تقريبا نصف يكون فيها كروموسوم زايد وبعضها يكون المستوى الطبيعي. طبعا حدة الظاهرة المرضية عند هذول الجزء الثالث يكون اقل. حديثا تم اكتشاف ان في كروموسوم 21 حددت المنطقة المسؤولة عن ظاهرة داون. جزء من كروموسوم 21 يحوي ما لا يقل عن 400 جين. اي والله هذا الله. هذا الجزء لو حصل له ما يسمى بالدوبليكيشن او صوره اخرى. وطبعا تحصل لدى الانسان بس في كروموسومات اخرى. لو حصل له دوبليكيشن فيشكل النوع الرابع، بمعنى انه ياتي نفس الظاهره. فهذه الانواع الرئيسيه. بارك الله فيك. اذا سبحان الله 95% سبحان الله من المتلازمه يكون نتاج عن عدم الانقسام. بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين. اخوي الكريم، ندخل في المسببات، يعني هل هنالك، لانه كثير بالفعل بنوجه في هذا الموضوع، هل هو مرتبط بالوراثه؟ هل انه يسمى في عائله اكثر عن عائلة وبالتالي ربط بالوراثة؟ هل أنه يرتبط بعمر أحد من الزوجين؟ هل هو له مثلا محفزات، التهابات معينة، تشوهات خلقية أثناء فترة الحمل وغيرها؟ كان زمان النظرية تقول بارتباط بعمر الأم، لما يكون عمر الأم يعدي 35 تكون عملية انقسام الخلايا لديها أضعف، البروتينات المسؤولة عن انقسام تكون أضعف. صحيح. لكن ما لوحظ في العقود الأخيرة إن حتى الأم اللي عمرها 20 فأقل ممكن يجيها طفل عنده أو مصاب بمتلازمة داون، فالمسألة ليست كليا مرتبطة بالعمر. هناك عدة أسباب أخرى اكتشفت مؤخرا. في بروتينات مسؤولة عن عملية الانقسام، هذه البروتينات لو أصابها خلل، يعني طفرات جينية مورثة، لو أصاب أو ما يسمى بسبونتينيوس، يعني صحيح تلقائي، لا يشترط أن تكون مورثة، ممكن تصيب اللي عندها 20 سنة أو اللي عندها سبحان 45 سنة. وعشان كذا أخوي الكريم معدل الحالات سبحان الله في تزايد. عشان كذا إحنا ورجعنا بإذن الله عز وجل وعدنا الموضوع مرة ثانية. إحنا عطينا أختنا وزميلتنا عايدة الستاتستكس الإحصائيات، نرجع مرة ثانية ونقول محليا، هو حقيقة يعني أولا زيادة عدد حالات متلازمة داون هذه ظاهرة عالمية، يعني لا يوجد في مكان معين. لا صحيح. لما اطلعنا على هو على فكرة أخوي دكتور اعذرني، يعني على هذا سبحان الله مش بس المتلازمات، يعني كل المرضى بالضبط. يعني إحنا سبحان الله العالم كله قرية واحدة. صحيح. اللي يحدث معنا إحنا بالنسبة نفسها تحدث خليجيا في وعالميا. أماكن أخرى. بارك نعم. الله فيك. لكن هي ممكن مرتبطة بأنه بدأت الإحصائيات تسجل على الحالات. بارك الله فيك. استخدم أساليب حديثة. المسببات صحيح. كذلك أخوي الكريم مثلا ربما عامل المسببات بشكل تجمعت. عام تجمعت. صحيح. على العموم فاحنا كان عندنا في العام السابق 135 حاله، ارتفع الى 148. وهذه طبعا الحالات المقيده، لان معظم الفحوصات الاثباتيه تكون معنا في المركز الوطني للصحه الوراثيه، ولذلك احصائياتها تكون معنا. بس هذه ظاهره مش غريبه زي ما قلت قبل شوي، هذه موجوده في كل مكان في العالم. اسبابها عديده، اسبابها عديده. مثل ما قلت يعني ربما يكون ضعف في البروتينات المسؤول عن الانقسام الكروموسومات، وهذا شيء وارد. طبعا ما يسمى بسبونتينيوس ميوتيشن، الزلزال هو تكسير مفاجئ لصخور الأرض على أعماق تتراوح بين سطحها إلى عمق 720 كيلومتر بفعل إجهاد هذه الصخور، وينتج عن هذا أو العوامل اللي تجي من برا ممكن تؤدي إلى ضعف البروتينات المؤدية للانقسام، وبالتالي يحصل متلازمة داون. موضوع تكرار الحالة في العائلة لو كان من النوع الأولاني، إيه بارك الله فيك، لو كان النوع الأولاني يعني من 1 إلى 2%، إيه لكن وهكذا تستمر عند العائلة أكثر عن طفلين ترتفع النسبة إلى 2%، ترتفع النسبة إلى 3% لما يكون أكثر عن 3 أطفال، وهكذا. الحسبة تكون دقيقة وأكثر في النوع الثاني اللي هو كروموسوم الانتقالي. طبعا لما تجينا حالة كروموسوم انتقالي نبعد نفحص على الأبوين، فإذا كان الانتقالي أو المتوازن موجود في الأم تكون احتمالية تقريبا 12 إلى 15%، وإذا كان في الأب تكون النسبة توصل إلى 7%. إيش رأيك ندخل أخوي الكريم في محور جميل، يعني أنه هو عملية سبحان الله ما هي مثل مرضة الأمراض الدم الوراثية، ممكن أن إحنا نحدد النسبة، فهمت يعني صحيح. تاريخ العائلة وشجرة العائلة ومعدل مثلا لا قدر الله نسبة ظهور الحالة أو لا. المتلازمة بوتقة بارك الله فيك من الأعراض التي تظهر على الإنسان المصاب. بالضبط. موضوع دور الوراثة مسمع،
موجود صحيح. بوتقة كذلك من الأسباب تجتمع مع بعض وتظهر لك المتلازمة. لكن ندخل في موضوع المشورة أخوي الكريم. نعم. يعني ممكن يكون واحد فيهم حامل، فهم يعني هي مش مسألة أنه يحمل جين أو ما يحمل، هي متلازمة سبحان الله. لكن المشورة، دور المشورة ما قبل الزواج، الفحوصات ما قبل الزواج، دورها كذلك في عملية يعني مش تقليل الحالات وإنما وضوح الرؤية، الفحوصات أثناء فترة الحمل. يعني احنا نتكلم عن الأمراض الوراثية المتنحية يعني ليس الداون. أوكي. نعم كلامك صحيح يا دكتورة، وهذا هذا هذا الحل. الحل في حالة وجود الأمراض احنا عندنا 52% في عمان 52% من مجمل الأمراض الوراثية هي وراثة متنحية. اي والله. بمعنى شوفي كيف احنا ممكن يعني ان شاء الله نسعى على تقليلها. بمعنى ان يكون الأبوين حاملين لجيني المرض، لكن بما انهم حاملين والوراثة متنحية لا تظهر عليهم الأعراض. فالحل يكون في الفحص قبل الزواج. بارك الله فيك. الفحص قبل الزواج حاليا مركز على أمراض الدم الوراثية. طبعا لشيوعها ولا أهم إلى أهمية التعامل إن شاء الله نسعى نسعى ويجب أن نسعى حقيقة. وهي نفسها أخوي الكريم سبحان الله يعني كذلك يعني ظهور المتلازمات في الأسرة صحيح، وإن يكون واحد من أبناء الأبوين عنده متلازمة الدم مصاب بها. بارك الله فيك. عملية الفحوصات التي تجرى ما قبل أو أثناء التخطيط للحمل مثلا أثناء فترة الحمل خاصة الشهور الأولى من أجل التأكد بإذن الله عز وجل بعدم إصابة الجنين أو طفل الجنين بالمتلازمة. نعم. هذه أمور كلش صحيح. هي هي هي, هي دكتورة أنت أصبتي كبد الحقيقة حقيقة. المنظومة العلاجية للتعامل مع متلازمة داون في جزء مهم منها اللي هو الإرشاد الوراثي. الإرشاد الوراثي إن العائلة اللي عندها طفل مصاب متلازمة داون يحتاجوا إلى عناية خاصة. الطفل نفسه يحتاج إلى بروتوكول علاجي متكامل. إحنا نعرف إن الكروموسوم الزايد موجود في جميع خلايا جسمنا. أي بارك الله فيك. وبالتالي السلبيات ممكن تنتج متوقعة في كل عضو. نتكلم منها على هذه نعم. السلبيات. يعني مثلاً طبعاً أكبرها وأهمها موضوع الخلل اللي في القلب. يعني تقريباً يصل إلى 60%. يلي ذلك موضوع الغدد أو نقص في إفرازات الغدة الدرقية. يلي ذلك الإشكاليات اللي تحصل في العيوب الخلقية في الأمعاء. ويعني بكافة أنواعها والعظام وكذلك في الدات حتى سبحان الله الكاريزما الخاصة للمسلمين هم يعني ملائكة حقيقة. الله يعني أكبر. ما شاء الله أنا كثير سبحان مبتسمين الله الله أكبر. مبتسمين الله أكبر. يعني حبوبين الله أكبر. وبالتالي الله أكبر. يحتاج فقط إلى الدعم الطبي المتكامل والمعنوي كذلك. هم يخلوك تحبهم صحيح. عارف يعني سبحان الله يعني وهم ما شاء الله يعني بشوية توعية من الأسرة المحيطة المجتمع. أيوة. إن إحنا غرس الثقة تعويدهم على حياة ذات جودة تقبل الوضع ومثل ما تفضلت دكتورة ذكرت في البداية موضوع جودة الحياة. الله. البرنامج العلاجي المتكامل هذا أساسا يعني لاكتشاف الشيء قبل حصوله. حصول المعضلة المرضية وتناميها راح يخلي التدخل العلاجي فيها جدا صعب ونتائجه يعني غير مضمونة، بينما التدخل مبكرا راح يؤدي إلى تفادي السلبيات وبالتالي رفع جودة الحياة. يعني المطلوب تجهيز الطفل هذا كي يكون عضو منتج في مجتمع وليس عالة، وهذا ما يتم إلا من البدايات. ففي جدول إحنا يعني نتابع مع تمشوا معاه طبعا. يعني من السنة الأولى من العمر، السنة الثانية، السنة الثالثة إلى عمر 18 سنة. نحاول قدر الإمكان إن نوسع هذه الثقافة كي تصل لجميع المستشفيات وتصل لجميع. بارك الله فيكم وجهود مشكورة أخوي الكريم. موضوع يعني كثير أنا يعني ألمسه كثير في هذا الجانب، يعني المتلازمات وخاصة متلازمة داون من ناحية التطور، تطور النمو. نعم. يعني نعم. كذلك نوع من التأثير يظهر على التأخر في التطور الذهني، النمو بشكل عام مثلا. كيف التعامل مع هذه هذا الموضوع مثلا في المتلازمة؟ احنا ما شاء الله يعني ما احلاهم وما حبهم للموسيقى يعني ينمو حالهم حال الانسان العادي، لكن الديلي يحدث. كيفية التعامل مع هذا الموضوع خاصة اذا احنا نريد ندمجهم عن طريق التعليم؟ بالضبط. عشان نصل للمرحلة هذه بسلام يجب تهيئة الطفل من اليوم الاول.
الله. يعني اليوم الاول هذا تحدي جميل يا اخوي. بالضبط، وهذا نحاول ان شاء الله نمشي فيه وماشيين فيه طبعا. تهيئته بمعنى التعامل مع التعقيدات الداخليه المتوقعه بشكل مبكر عشان ما تتنامى وما نوصل لمرحله سلبيه، بيكون التدخل التعليمي فيها جدا صعب. تمام. فحين السيطرة على هذه المواضيع الطبية أو التعقيدات المتوقعة، من ممكن يبدأ بعملية التعليم المبكر أو التأهيل المبكر أو التعليم الخاص. الله. طبعاً لهم طرق في التعليم. طبعاً إحنا يعني لو متى يبدأوا؟ أنا دائماً مقتنعة بأن التعليم المبكر اللي هو أقل من 3 سنوات. بالضبط. لكن أول شيء يجب، بس هل هم قادرين أخوي الكريم؟ دعم هم يجب أول شيء أن يكون منظومة العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي بادية صح. بارك الله. يجب فيه. أن يكون العضلات والتعويض مستخدمة الله صح. أكبر. يجب أن يكون علاج النطق. إذا أخذنا أن يكون عندهم هم كذلك بالضبط. نوع من الأعراض بالضبط. ضرب في العضلات. علاج النطق كذلك. إحنا يعني فحص الأذن وفحص السمع طبعا هذا يعني موجود معنا بشكل دوري في مواعيد معينة، لكن هم يحتاج إلى فحص سمع متكرر لنصل إلى علاج نطق فعال. لابد يكون السمع فعال، فبدون لم نصل هذا الشيء. فالعلاج النطق مبكرا يساعد كذلك في عملية التعليم. أنا دائما أقول للأمهات والآباء طبعا إن عملية التعليم المبكر يجب أن تبدأ في البيت. يعني في البيت عن طريق مثلا تنمية المهارات المعرفية، تنشيط المستقبلات الحسية، بمعنى يكون في رسومات موجودة، ألعاب واضحة كبيرة موجودة، مشاركة من الأسرة. وأشجع كذلك الأمهات والآباء على ما تفضلت فيه الحين دكتور، يعني اختلاط الطفل بأقرانه الله في البيت أو في المجتمع تحت إشراف الأبوين طبعا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وكفتين الطفل حساس جدا فيك. وبالتالي إذا حس عمره إن مختلف عن غيره من الأطفال مبكرا، هذا راح يؤدي إلى انطواء ربما يخلق نتائج سلبية في عدم تقبله للتعليم لما يجي وقت التعليم. بارك الله. اختلاطه بأطفال داخل البيت واختلاطه بالأطفال خارج البيت ويحسسوه إن ليس فيه أي غرابة، هو واحد منهم، هنا راح يكون تحدي في عملية التعليم إن شاء الله ناجح. بارك الله فيك أخوي الكريم. وهي عملية مستمرة يعني ما هي عملية سنة سنتين، هي عملية بحكم بإذن الله يطول العمر بالأشخاص الذين يعني يولدون بمتلازمة دان بإذن الله عز وجل، ويطول بهم العمر بإذن الله ويعيشوا حياة طبيعية بإذن الله يعني ذات جودة عالية. فهي عملية مستمرة من ناحية تقبل غرس الثقة بإذن الله عز وجل، الإشراك في الأسرة في المجتمع، التعويض، وبعد ذلك يأتي عنصرين أهم مهمين، التعليم والصحة. نعم. اعتماد التعليم هذا هو. يعني كسب ثقافة الاعتماد، مشاركة المجتمع، وإن إحنا الاهتمام بصحتهم خاصة لو لا قدر الله عندهم مشاكل مرتبطة بأعضاء الجسم الأخرى. طيب أخوي الكريم، مشاركة المجتمع إذا سمحتي لي دكتورة، بس أحب أشيد بالجهود اللي يقوموا بها الجمعية الوطنية العمانية للمتلازمة داون، جهود تطوعية فردية قائمين بمجهود جبار، وإحنا على تعاون وتواصل دائم معهم ويحاولوا. هل عندهم خطوط ساخنة مثلا؟ ممكن إنه أخوي الكريم أي حد الحين قاعد يشوف الفقر الصحية ممكن إنه هم مثلا يتواصلوا معهم؟ هم عملوا تدشين مؤخرا وعملوا كتيبات جدا يعني توعوية جميلة، لكن على حد علمي لا يوجد خط ساخن في المرحلة الحالية. بس طبعا انا متأكد. هل مجالهم مثلا ينحصر على محافظة مسقط ام انه توسع لهم؟ هم يقبلوا تسجيل على حد علمي، يعني اذا يقبلوا تسجيل اي حالات. طبعا وجوده في محافظة مسقط هذا منطقي كبداية، يعني متوقع في الطور الانشاء بالضبط. جمعية الطور الانشاء ان شاء الله نأمل لهم التوفيق والنجاح وان يتوسعوا، واكيد في طموحاتهم توصيل الخدمه الى كل مكان. طيب نرجع مره ثانيه اخوي الكريم لمتلازمه داون. نعم. طيب عن المتلازمه مثل ما ذكرنا باذن الله عز وجل ما هي، يعني يستمر بها الانسان طول حياته، هل هنالك فحوصات معينه تجرى على الام بعد ولاده الطفل بالمتلازمه وعلى الطفل نفسه تحتاجوها أنتم في المستقبل في عملية مثلا أنه لو تم أو لو قرر الزوجان مثلا أنه الأم تحمل مرة ثانية؟ هو حقيقة طبعا من الممكن تشخيص الطفل في المراحل أثناء الحمل، يعني في المراحل الأولى طبعا عن طريق عدة طرق، وأضيف لها مؤخرا استخلاص DNA الطفل يسموه من دم الأم. يعني كان زمان يستخدموا ماء الرحم ويستخدموا حتى من المشيمة، الحين ممكن في تقنية حديثة طبعا هي صعبة بس موجودة طبعا، هو استخلاص DNA الطفل من دم الأم مباشرة، مجرد عينة من الأم يعني. هذه طريقة للتشخيص.
طبعا في ما يسمى بالترايد او تراي سامبلينج اوف الام نفسها، اخذ عينات من الام والبحث عن هرمونات معينه مستويات معينه تعطي انطباع. الاشعه التلفزيونيه الثلاثيه الابعاد حتى ممكن تبين ما اذا كان كل هذه ممكن تشخص الطفل اثناء الحمل. بعد الولاده طبعا الموضوع انتهى، لكن الجزء الثاني والنوع الثاني لما نكتشف ان احنا نتعامل مع حاله متلازمه داون من الكروموسوم الانتقالي، هنا لو بحثنا لازم نبحث عن الام والاب. فهالحاله هذه راح نجد ان الاب او الام حاملين لما يسمى بالانتقالي المتزن. هنا الفحص اللي يصير على الام بعد الولاده. تمام، بارك الله فيك. ومن ثم نسب واحتماليه التكرار تختلف في المستقبل، ترتفع يعني اكثر. تمام دكتور، بالنسبه للتعقيدات التي قد تظهر على المصاب بالمتلازمه سبحان الله، وبسبب انه سبحان الله يعني الالتصاق يحدث في جميع خلايا جسم الانسان، صحيح، هل هنالك مثلا اختلاف ما بين مثلا البنات عن الذكور مثلا في ظهور هذه التعقيدات، ام ان سبحان الله النسبه سيئه؟ السؤال جميل دكتور. هو حقيقة هي ما راح تختلف في التعقيدات، لأن التعقيدات تعتمد هي ببساطة يعني جرعة زائدة من الجينات، احنا قلنا تقريبا 400 جينة واكثر موجودة في جميع الخلايا. هذا لا يعني ان جميع الأجهزة راح تتأثر، لا، تختلف من حالة الى اخر بأسباب غير مفهومة، وهذا طبعا احنا نقيمه في مجال التقييم المبكر. لكن موضوع اختلاف بين الأنثى والذكر من خلال ما نشر يعني ومن خلال المتابعات الدورية، في غالب الأحيان الذكر يصاب يعني يكون يعني يصاب بالعقم، ترى هنا مدخل بينما الأنثى لا، يعني في حالات طبعا ولدت. تمام، هنا المحك اللي أنا بديته بهذا السؤال أخويا مسلم، إنه فرصة الزواج فهم يعني بالنسبة للمصابين بالمتلازمة، صحيح، لو كانت إن شاء الله الأعراض خفيفة، فهم ما عندهم الحمد لله رب العالمين تعقيدات complications، هم عندهم صنفوا كمتلازمة مصابين، صحيح، بالمتلازمة الدم، فرص إن هم مثلا الزواج في المستقبل. هو يعني إحنا يعني طبعا في استثناءات، هذا لا شك فيه في مجال العلم، طبعا لا يوجد 100% قاعدة. ما 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 عرفنا من خلال المتلقيات ومن خلال النشرات العلميه ان معظمهم يكونوا بالنسبه للذكور يعني لا يستطيعوا الانجاب، لكن طبعا الزواج شيء اخر، صحيح، يستطيعوا الزواج ويعيشوا حياه زوجيه سعيده خاليه من من من, من نسبه كم؟ يعتمد على حالته، ما ممكن يعني تحديد نسبه معينه؟ لا يعني اذا ما عنده تعقيدات خطيره طبعا يعيش حياته بشكل طبيعي. لكن عندكم حالات في المركز مثلا ما شاء الله؟ والله انا ما مر يعني ما مر من خلال خبرتي بحاله داون يعني متزوجه، لكن حتى اثناء الدراسه؟ لا ما مر، لكن طبعا لكن نقرا عن شخصيات مشهوره، والدراسات نقرا عن شخصيات مشهوره يعني وصلوا لمراتب كبيره ومتزوجين في الخارج، اما هنا لا. بس يعود لماذا؟ هو سوء فهم مثلا؟ ربما، او حتى عدم وجود الرغبه او الحاجه لهذا الشيء. طبعا في عندنا هنا حالات متلازمه داون يتقدمون للزواج، يعني عرضت علي حاله للتقييم، عرضت علي حاله للتقييم للزواج، يعني هو موجود كطلب، لكن ما تابعت الموضوع اذا تم او لا، بس ما يمنع شيء من الزواج، بس لكن لازم نحط في بالنا على موضوع عدم القدره على الانجاب، يعني وهذه فرق بينهم، وهذه تحدد اتوقع باذن الله الفحوصات ما قبل الزواج. انزين نرجع مره ثانيه اخوي الكريم، والمتلازمه يعني انواع المتلازمه ثلاثه راح عنا ان احنا الاسباب هي صارت اربعه الحين، بارك الله فيك، خلينا نتكلم اكثر فيهم الله يرضى عنك. طيب النوع الشامل اللي احنا قلنا اللي هو 95 ل 96% هذا النوع العام. عادة يكون يعني معظم التعقيدات تكون موجودة، بس أرجع وأقول تختلف من طفل إلى آخر. طيب السؤال يطرح نفسه، ليش تختلف من طفل إلى آخر في حدتها؟ هذا غير معروف، هذا غير معروف، لكن تكرار الحالات في العائلة ربما يرفع من شدة الأعراض كل ما زادت حالة ثانية متلازمة داون ربما. النوع الثاني اللي هو النوع الكروموسومي الانتقالي. الكروموسومي الانتقالي هذا مثل ما قلت بين 14 و 21، كروموسوم زوجي 14 وزوج 21. بس في حالات نادرة جدا ان يكون الانتقالي من 21 الى 21. هنا احتمالية ان يعني يجي طفل مصاب هي 100%. بينما اذا انتقل الى كروموسوم اخر 21 14 هي لا تتعدى 12%. النوع الثالث المزيك. وهنا تكمن يعني الخبرة.
يعني عادة بعض الأطفال يكون شكلهم من يعني قريب لداون، ولكن إذا دققت أكثر ممكن يكون لك رأي آخر، هذا ليس بداون. يعني يكون الاختلاط في لهالدرجة، وبالتالي التحليل هو اللي يجزم. نبحث عن 100 خلية، 100 خلية في حالة انقسام يتم تجميدها عشان نقدر نقول إذا كان هذا موزايك أو غير موزايك. النوع الثالث ممكن ينتقل لأي سبب، جزء من كروموسوم 21 يحصل له دوبليكيشن، يعني يتضاعف في ذاته، يعني لا يوجد معايا 47، يوجد 46 كروموسوم، لكن في جزء زايد. هذه اللي هي من نوع اللي يسمونها الكوبي نمبر فاريانس، هذه الموجوده بشكل عام، لكن لو صارت في المنطقه هذه 21 ينتج متلازمه داون. هذه الاربع انواع المعروفه. بارك الله فيك. على اساس وقت البرنامج اخوي، احنا يعني ما شاء الله لك دراسه جميله حاليا، طور عمليه الاعداد، دكتور خبرنا عن هذا الموضوع. نعم، هو مشروع انا شغال فيه حاليا، يكون الله يوفقك، تستاهل كل شيء ان شاء الله باذن الله. نهدف على خلق منهج دراسي بدرجه ما يسمى بالهاي دبلوما لتهيئه مرشدين وراثيين من كل مناطق السلطنه، ولا احنا بامس الحاجه لهم. بالضبط، خدمه الارشاد الوراثي يبي لها حلقه ثانيه دكتور. بارك الله فيك. فهذه يعني احنا نحاول نهيئ مرشدين وراثيين من كل مناطق السلطنه. تم اختيار لجميع الامراض المقبوله وراثيه. بالضبط، تم اختيار الكفاءات، تم عمل المقابلات، تم وبدينا ان شاء الله. المنهج حقيقه انا وضعته ورسلته لبعض الزملاء في الجمعيه الاوروبيه لتقييم، ابدوا اعجابهم كثير، اعطوني بعض الملاحظات من اجل رفعه من هاي دبلومه الى درجه ماستر باذن الله. ما شاء الله. فاحنا راح نبدا فيه ان شاء الله في سبتمبر القادم لمده سنتين. وين بيكون؟ في جامعه سلطان قابوس. هو احنا يعني في تعاون بيننا وبين الجامعه، لكن كل الانشطه التعليميه راح تكون في المستشفى السلطاني وفي المركز. مركز موفقين ان شاء الله. هو عباره عن محاضرات نظريه باسلوب الادلت ليرنينج. بارك الله. وحضور عيادات ومع حالات عشان نشوف او ندربهم كيف تعامل معها. بارك الله فيك. والجديد في الموضوع عرضهم على خبرة المختبر، يعني باخذوا خبرة جديدة عن الحديث في المختبر. موفق إن شاء الله أخويا دكتور مسلم. دكتور مسلم العريمي اختصاصي، مسماك طويل على جينات، وإن شاء الله. على فكرة هو هذا التحدي الجميل اللي جميع الطب كلنا نرتكز على علم الجينات. ألف شكر دكتور مسلم. شكرا دكتورة، وأشكر التلفزيون العماني وأجواء طيبة اليوم إن شاء الله، ونتمنى أن قدمنا رسالة وريحة الاستوديو أكل اليوم وإحنا مرتاحين. جزاك الله ألف خير. شكرا جزيلا اخواني واخواتي، ان شاء الله اتمنى باذن الله عز وجل ان اليوم موضوع الفقره الصحيه نال على اعجابكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.